مش دخل بالاهلي، اشتغلوا انتوا عشان تنجحوا. قيمه الاهلي كبيره جدا اللي تخلي كل الناس دي حواليه دلوقتي. فكروا في كده واشتغلوا لده، اشتغلوا لنجاحكم، ما اشتغلوش لافشال الاخرين. بيشتغل عشان يفشل النادي الاهلي بس. ده امر عجيب وامر مش هيستقيم. السلام عليكم يا اهلاويه يا جدعان، اخباركم ايه؟ انا بشكركم كلكم للدعم، بشكركم فعلا من قلبي. الاهلاويه في المانيا بيحييكم. وكلمتين ونص على الصبح ان شاء الله تعالى، عشان الامور انكشفت ومعروفه اللعبه ايه وليه الكيان ده موجود، وهل سبب انه بياخد بطولات عشان هو جدع، عشان هو بتاع بطولات، ولا عشان يداروا على ايه؟ ملناش دعوه بكل ده. الكابتن الخطيب بعد صباحي كده ان شاء الله تعالى احط لكم الكلمتين اللي قالهم، مفيش اكتر من كده. كلهم شغالين على افشال الاهلي، كلهم شغالين على ان ابن وابنك وبنتك وبنتي يتربوا على الجبن، يتربوا على البلطجة، يتربوا على الغش والتزوير، انهم يخافوا من الدجال، يخافوا من البلطجي، انهم يستسلموا، ان ما يبقاش عندهم صوت، ما يبقاش عندهم اي حاجة. كل ده برضو ملناش دعوة بيه. خليكم مع الاهلي، خليكم مع لعيبة الاهلي. لعيبة الاهلي الله اعلم عليها ضغوط ايه، بيجي لهم كارتات ايه، بيجي لهم تليفونات ايه، الله اعلم. الاسرار ربنا هو اللي عالم بيها فقط. فخلي بالكم يا اهلوية، اتحدوا اتحدوا، بلاش ننقض في بعض، بلاش نسب بعض، بلاش نهد في بعض. الحاجات دي كلها ملهاش اي داعي الان يا اهلوية يا جدعان. الاهلي فوق جميع ابنائه، فوق جماهيره، مصلحة الاهلي فوق الكل. عشان منتخب مصر، مصر حبيبتنا ترجع تاني، ما نتغلبش من اثيوبيا، مصر ترجع بابا افريقيا ايام حسن شحاته والكابتن ابو تريكه والناس الجمال دول، منتخب الساجدين نرجع. وباذن الله تعالى الحق معانا باذن الله، والانتصارات معانا. بيقولوا الاتفاق مش بس الثلاثة اربعة مليار اللي اتاخدوا مش عارفين مكانهم فين، مش بس في حبس ما بيتنفس، مش بس لا، ده لازم البطولات تبقى لمين؟ للنانوس. البطولات تبقى ليه؟ ابن الناظر يبقى بطل، ابن الناظر الفاشل يبقى بطل، ابن مرزباخ هو اللي يرجع تاني على الساحة. شوية جماهير معدودة على الأصابع، بس نجمعهم كلهم ولو ببلاش، ولو بعشرين جنيه، جماهير الأهلي تتحاش، مش مشكلة. المهم الفترة ديت نفق وهيعدي يا جماعة، نفق وهيعدي إن شاء الله. خليكم مع الأهلي. الفريق السكواد بتاع الأهلي 25-30 لاعب، الأهلي عمره ما يقدر يغيرهم في يناير. مش بقول إنك تدعم قفشة ولا غيره، لا، تديله آخر فرصة، تشوف هو عاوز إيه. على إدارة الأهلي معد نفسي، أخصائي اجتماعي، يثبت اللعيبة. اللعيب يحكي له حاجات مش قادر يحكيها لسيد عبد الحفيظ أو يحكيها للمدرب. المعد النفسي بيعد اللاعب وبيعرفه وبيطمنه، بيثبته لو قاعد على الدكة، ولو بيلعب يحمسه ازاي يستغل الفرص، ازاي في ملايين مستنين هدف، ولو عنده مشاكل شخصية يحلها مش لازم على الساحة. حتى مش من حق المدرب ولا مدير الكرة يعرفها. هو ده دور المعد النفسي. فعلى الأهلوية ما يزودوش، لا، نفضل نشجع لبعد التسعين، وكل شيء قدر الله ما شاء فعل. احنا الاهلوية مؤمنين بالهزيمة وبالتعادل وبالفوز، مش عاوزين نفتخر ان احنا مش بنعترف بالتعادل او الهزيمة، لا احنا ابطال وعندنا بطولات كثيرة، وان شاء الله الدوري للاهلي وهتحصل، كانت متخططة سنة 2019 ما عرفوش يعملوها ومش هيعرفوا يعملوها. فخلي بالكم يا اهلوية، خلي بالكم، لان انتوا مصر، انتوا ولاد مصر، واحنا كلنا شغالين عشان مصر، كلنا شغالين عشان مصر بصوتنا. ما تخليش حد يودوكوا في مكان تاني. الحكومة مش فاضية للكلام الفاضي ده ولا للرياضة. اذا كان في مسؤول ولا اتنين مسؤولين شغالين عشان انتماءاتهم الرياضية كده، فربك كبير،
ربك كبير ويا دم يا مدقة على راس طبول. واسألوا حيدر باشا وعبد الحكيم وكل كل ربنا بقى يرحمه برحمته إن كانوا صالحين، يحاسبهم بأعمالهم عشان خاطر مصر. إنما إحنا في الرياضة ما بنتكلمش إلا في الرياضة، ما تكلمش حد تاني إلا في الرياضة، ما تكلموش في أي حاجة، ما ياخدكش في أي حتة تانية. خلينا مع الأهلي، خلينا مع الأهلي يا شطار، خلينا مع الأهلي يا جدعان، خليكم كده، خليكم إيد واحدة. بتمنى طبعا منكم الدعم والاشتراك للأهلوية في ألمانيا، بتمنى منكم إن انتوا تبقوا معانا ويزيد الاشتراكات كده والدعم واللايكات والحاجات اللي انتوا بتقولوا عليها دي. يعني ايه الحاجات دي؟ بتخلينا نزود الفيديوهات، واي مكان بنروحه احنا معاكم باذن الله. صباحكم فل، ومعاكم الكابتن الخطيب في الكلمة اللي هي كلمتين ونص للناس اللي عندهم تدني في الاخلاق، اللي ما تربوش، اللي ما يعرفوش يعني ايه اعلام، ما يعرفوش يعني ايه ميكروفون، ويعني ايه شاشة، ويعني ايه كاميرا. دولا شغالين بفلوس سحت، مش عارف هيقابلوا ولادهم ازاي واسرتهم ازاي لما يكبروا كده وينضجوا، مش عارف عشان ايه. مفيش حد هينفعك، هتقف يوم القيامه لوحدك. يعني الاشخاص الحقيقه اللي متجاوزين، الاشخاص اللي في نوع من انواع التدني في اسلوبهم. احنا النادي الاهلي مش ممكن يرد. النادي الاهلي قيمه كبيره جدا، قيمه كبيره جدا، ما ينزلش ابدا لهذا الاسلوب. ولكن ده مش معناه ان النادي الاهلي بيسيب حقوقه ابدا. النادي الاهلي، وبقول للاشخاص دول، اهتموا بنفسيكم، ما لكوش دخل بالاهلي، اشتغلوا انتوا عشان تنجحوا. قيمه الاهلي كبيره جدا اللي تخلي كل الناس دي حواليه دلوقتي فكروا في كده واشتغلوا لده، اشتغلوا لنجاحكم، ما اشتغلوش لافشال الاخرين. بيشتغل عشان يفشل النادي الاهلي بس. ده امر عجيب وامر مش هيستقيم ومش هيستمر. عشان كده بنقول تاني، النادي الاهلي راقي، النادي الاهلي لهم المستوى الرقي والاخلاق والمبادئ والقيم اللي ما ينزلش لهذا المستوى. شوف انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، ولكن قريب انا هتكلم فيه، وقريب هقول للناس ان احنا يعني بنفكر في الموضوع ده ازاي. بس انا مش عايز بقى الموضوع ده ياخدنا من الفرحه اللي احنا فيها. عشان كده برجع تاني اكلم جمهورنا، واكلم اعضائنا، واكلم لاعبتنا، كل من ينتمي للنادي الاهلي. النادي الاهلي كبير جدا، والنادي الاهلي اكبر من اي حد. النادي الاهلي خيره على اي حد. علشان كده عايزكم تاخدوا الفرحه بتاعتكم، افرحوا وكونوا فخورين بناديكم. اللي بيحصل الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي، وهنقعد معاه هعيش مع حضراتكم بالتفصيل فيه ان شاء الله قريب، لازم تفخروا بناديكم. اللي حصل في النادي الاهلي خلال سنتين ونص اللي فاتوا امر يعني يجب ان احنا جميعا نفخر. ومهما عملنا انا او مجلس الاداره كله زمايلي، وانا مش هنوفي الناس قدرهم مهما عملنا. احنا بنشتغل علشان هذا الصرح الكبير. افرحوا بناديكم، اسعدوا بناديكم، كونوا فخورين بناديكم، وان شاء الله دايما الاهلي في المقدمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.